مع اني والله العظيم ما بدي يموت، ما بدي يموت. انت دائما عم تنتظري هاي الساعه، اسمه، املاكه، شهرته. شو عم تحكي انت؟ مو صح، مو صح ابدا. انت عم تشربي مو هيك؟ اكيد عم تشربي. هلا شربانه ولا ماني شربانه؟ هاي الحاله الوحيده اللي بتخليكي تحسي انه الك وبس، ملكك انت، لا شغف ولا من يحزن. ولك فهماني عليكي، والله فهماني عليكي. لا ما كم مره بنحلف باليوم. رجعت له الأعراض مثل الأول. ليلو عن حالة الخوف والهلع مثل العادة، هلع وخوف. لا نحن ما عم نخلي يعرف شو عم يصير برا أبدا، يعني لازم نكسف له الجلسات. طيب ماشي دكتور، عم نعزبك معنا. باي. شو قال لك؟ مثل ما سمعتي. ولك كانت باطلة ومحولة ساعة اللي خلفتيني، ما هيك ماما؟ قال ربو تعبو. كانوا بغيبوبة وصحي. الصبح أنا كنت معصبة ولهيك صرخت بوشك. فريدة بتضلها سكراني وما بتعرف شو بتحكي. سامي وحياة الله أنا ما بدي إياك تموت. شان الله لا تموت وتتركني لحالي. بعرف انك عم تسمعني، عم يسمعني مو